آخر حاجة عندي في الانترو، توقعات حضراتكم للقاء الأهلي ولقاء الزمالك غدا أمام المقاولون العرب طبعا وأمام النادي الإسماعي. يلا محمد نبيل، مساء الخير عليك يا كابتن مدحت. أتوقع فوز الأهلي 4-0 على المقاولون وفوز الزمالك 3-2 على الإسماعيلي. واحدة من قربي وخوفي عليك يا رامي، اقفل رجليك. يا نهار ابيض. الصعيدي، مساء الخير عليك يا كابتن مدحت. اتوقع فوز الاهلي 4-0 برضو على المقاولون وفوز الزمالك 3-2 على الاسماعيلي. معاك هشام جمال حماد من اسكندرية، يا جنرال الاعلام في الوطن العربي. محمد نصر، مساء الورد عليك يا جنرال الاعلام في الوطن العربي. انا اتوقع فوز الاهلي على المقاولون العرب 3-0 وتعادل الزمالك مع الاسماعيلي. وحته بقى برافو عليك، و100 محسن كلها، و100 محسن كلها بتمسي عليك يا كابتن. تحياتي ل100 محسن كلها. فادي محمد، مساء الفل عليك يا كابتن مدحت. اتوقع فوز الاهلي 2-0، محمد شريف وقفشه، وتعادل الزمالك والاسماعيلي 1-1. وعسكر صاحبي بيمسي عليك، واحدة برافو عليك وتحياتي ليك يا جنرال. أحمد يوسف، مساء الفل عليك يا كابتن مدحت. أتوقع فوز الأهلي 2-0، محمد شريف وتاو، وتعادل الزمالك والإسماعيلي 1-1. وأتمنى تقرأ تعليقي، واحدة برافو عليك. عبد الرحمن عبد الهادي ولا إيدي مش باينة. طيب مساء الفل عليك يا شلبوكا. يا غالي، اتوقع تعادل الزمالك والاسماعيلي 0-0، واتوقع فوز الاهلي على المقاولون 3-0. اهلاوي وافتخر، وهلا هلا عليك يا شلبوكا. ماجد، الاسماعيلي والزمالك سينتهي 4-1 لصالح نادي الزمالك وفوز الاهلي بثلاثة اهداف على المقاولين ان شاء الله. محمد ابراهيم، مساء الورد عليك يا جنرال. معاك محمد ابراهيم غريب من الشرقيه. اتوقع فوز الاهلي 4-1 والزمالك 2-1. هلا 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 اهلاوي وافتخر. احمد سعد، ان شاء الله الاهلي 3-1 والزمالك 2-2. اخر تويته مصطفى خميس، مساء الانوار يا شلبوكا. ان شاء الله فوز الاهلي 3-0 وتعادل الزمالك 2-2. اهلاوي وافتخر، واحده برافو عليك. هتسمعوها النهارده بالليل ان شاء الله.